ولإلقاء مزيد من الضوء على الزيارة المهمة التي يقوم بها العاهل البحريني لمصر، ينضم إلينا محمد الجالي الكاتب الصحفي باليوم السابع. أهلا بك معنا أستاذ محمد، قراءتك للمؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الزعيمان ولهذه القمة في توقيتها وأجندتها. أهلا بحضرتك وبكل السادة المشاهدين. بالفعل هي قمة مهمة، ودائما ما يعني تتميز العلاقات المصرية البحرينية بالتعاون المثمر، ويعني هناك احترام من قبل ملك البحرين لتقديرات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مختلف الملفات، وأيضا هناك تقديرات من الرئيس السيسي تجاه ملك البحرين. وهذه زيارة مهمة، والأول مرة يعني في وجود ملك البحرين يعقد مؤتمر صحفي ويلقي الرئيسان بيانين امام وسائل الاعلام. المباحثات اليوم كانت مهمه لعدد من الامور. اولا، مصر كدوله محوريه في المنطقه وتنتهج سياسه رشيده وتحافظ على امن واستقرار الدول العربيه، ومن ثم عدم يعني لا تريد ان يعني تتوسع دائره الحرب وان تكون هناك انعكاسات لما يحدث من تحديات ومواجهات إقليمية مباشرة بين عدد من الدول. الأمر الثاني طبعا وفي القلب منها القضية الفلسطينية والتأكيد على موقف مصر الثابت في هذه القضية الفلسطينية، وأنها هي قضية كل القضايا، أن العالم لن ينعم باستقرار ولا بسلام إلا بحل هذه القضية وحصول الشعب الفلسطيني على يعني حقوقه المشروعة الآن وليس لاحقا أو في المستقبل، لأن الأمر لا يحتمل مثل هذه الأمور. فبالتالي الموضوع مهم جدا في هذه المباحثات المهمة. تحذيرات الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال أن المنطقة كلها مشتعلة ويجب أن يعني تهدأ هذه الأمور، والتأكيد الكلمة كانت قوية جدا، كانت قوية جدا. الرئيس تحدث عن أن ما يحدث في قطاع غزة يعني من تصعيد يؤكد على أن التاريخ لن يرحم أحد، وسيذكر كل هذه الممارسات العدوانية والوحشية من جانب الاحتلال الإسرائيلي تجاه أهلنا في غزة. الرئيس تحدث عن ضرورة وقف إطلاق النار فورا، ضرورة إنفاذ المساعدات بكميات كافية إلى أهالي القطاع جميعا، وأن قطاع غزة يعاني من شبه مجاعة إذا لم يعني يتحمل العالم مسؤوليته تجاه هذه الأمور. ملك البحرين كانت تصريحاتي أو كلماتي في المؤتمر الصحفي مهمة جدا، والذي تحدث عن مصر المذكورة في القرآن، مصر التاريخ، تحدث عن أن مصر هي الضامن الأساسي لاستقرار المنطقة والشرق الأوسط، وأننا ندعم جهودها المستمرة لهذا الاستقرار. تحدث أيضا عن أنه ناقش مع رئيس السيسي وأطلعه على يعني أجندة القمة العربية المقبلة التي ستضيفها البحرين في مايو المقبل. نعم، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد الجالي الكاتب الصحفي باليوم السابع.